والنهاردة عنوان حلقتنا عن الملابس عايزين نعرف بقى كل حاجة بنلبسها ايه معناها في المنام حاضر <applause> نبدأ كده الاول الفساتين والوانها طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بصي هو طبعا الملابس دي لها مدلولات عديدة يعني بصي للبنت غير للمتزوجة غير للمطلقه غير للارمله يعني كل واحده بتختلف على حسب حالها وعلى حسب سنها أوه. الملابس تقاس بالسن لان ممكن يكون واحده ست كبيره لابسه لبس مش مناسب او العكس او العكس فلما تلاقي الواحده ست مثلا على على وقار كده لابسه فستان قيم وكده طبعا هي خلاص عدت طور الزواج وطور الانجاب ده فلوس هتدخل عليها اه <applause> <applause> <بشربة>. بقى <applause> اه دي فلوس قيمه هتدخل عليها من ميراث بقى من حيث لا تحتسب من, من حاجه هتعملها مشروع تمام لو لقيتي بقى مثلا الست دي لابسه الفستان ده بس الفستان ده فيه قطعه اه من الجنب ده القطعه دي معناها ايه معناها المشروع فيه خلل في حاجه معينه <applause> اه يعني يعني القطع نقص يعني فاهمه في حاجه محتاجه تتحط يعني تعيدي حساباتك تاني في مشروعك ده تجاريا بصي الملابس تعد العلم تمام الملابس تعد الحكمه والايمان والعافيه يعني وزي ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم طهروا اموالكم وانفسكم بالزد... بالصدقات صدقات. تمام دي دلاله على ايه؟ دلاله على انك تطلع فلوس دايما عشان نفسك بيقول لك كمان ايه؟ آه يعني آه الايمان جددوا ايمانكم فان الايمان يبلى كما تبلى الملابس الله ينور عليك يبلى كما تبلى الملابس فده ممكن يكون الايمان لواحد راجل راجل انت شا... انت شايفه هو مش صالح ولا يعرف عن الصلاح سكة بس انت شايفه لابس لبس جميل ومهندم هو مات يعني لبس مهندم وحلو مش عارف ايه بصوا يعني ما دعوة ده بتاع ربنا ده بتاع ربنا هو ابن حلال ولا ابن حرام راح جنة راح نار انت ليك بالرؤية اللي شفتها هو فين هو لابس لبس كويس وحلو ونضيف وكده ولابس ابيض مثلا ده حاله لأن محدش يعرف القلوب إلا الله ولا النوايا ولا النوايا بالظبط يعني لا فرق بين عربي ولا أعجمياً إلا بالتقوى يعني هو ممكن يكون بخيل ممكن يكون أصلا يعني وضعه مش مكفيه الله أعلم مش عايزين يعني لناش دعوة طيب نرجع للملابس اه لو لقيت واحده مش واخده ان هي تلبس اسود ولقيتها لبسة اسود ده راجل او ست يعني هل, هل... هو ده الحزن أوه. بقى ولا... الحزن اللبس الاسود للرجال مش حزن <applause> اللبس الاسود للرجال ده معناه ماليات <applause> ما هيبقى راجل ثري كده وغني اللبس <applause> الاسود لل... للي مش معتاد لبس الاسود وحش خالص جدا جدا اذيه او الانسان هيتعرض لمرض او هيتعرض لازمه نفسيه او صحيه تمام دي ده اللبس الاسود تمام. آه لو مثلا آه ايه تاني عسليه آه واحد آه الابيض بقى لو ال... لقيت حد اصلا معتاد ان هو يلبس اسود وكلته لابس ابيض بصي ليس كل اسود وحش وليس كل ابيض حلو ليه لان الاسود الكعبه الشريفه لونها اسود فيا جمالها ال... وال... والابيض آه الكفن <applause> اه الكفن الكفن اه ما انا بقول لك مش كل ابيض حلو مش كل ابيض حلو فمعنى كده ايه ان الابيض رؤيته في بعض البلاد زي الهند وزي السودان لما يلبسوه يبقى حزن يبقى ده حزن على ميت على فراق دي بقى بتختلف على حسب مكان الحال الرائي فين في اي بلد انت فبناء عليه بنفسرها لو كان الهدوم مثلا مرصعه فيها الماش فيها ذهب أيوة، فيها جواهر م -م. فيها ترتر كتير كده ده معناه ان انت هتتجوزي رجل يغالي في في الخير يعني هقول لك ايه نعم كتير بس خلي بالك برضو مش محموده لان في مغالاه غير محموده يعني مثلا ان انت تاكلي بشوكه وسكينه ذهب دي من المحرمات اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها لان بياكلوها بياكلوا بيها اصحاب الكبار يعني فكون ان انت تلبسي حاجات فيها مثلا ذهب كده ذهب انت عارفه ان هو ذهب ده معناه مغالاه وبس في حاجه هو هيوزنك يعني ايه هيقيم الشخصيه اللي هيتجوزها عارف قيمة بس برضو من النوع اللي ايه شفت انا جبت ايه ايه رايك في العربية دي ايه رايك مش عارف شفت, كتير. شفت الموبايل ده موديل كام وكده كده يعني